السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، لأن الصحة هي رأس المال، هي كل حاجة في حياة الإنسان. فغادي يعني هذه المقدمة، نحب نشكر جميع الناس، جزاهم الله كل خير. أي واحد دعا مع الوالد ديالي، خلى لي كومنت، خلى لي دعاء، أو يعني سأل على الوالد ديالي من بعيد أو من قريب، فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. واللي عنده والديه الله يجعل ربي يخليهم له تاج فوق راسه، واللي ميتين الله يرحمهم ويوسع عليهم يا رب العالمين. فشكرا لكم جميعا. فالحمد لله الصحة تاع الوالد ديالي يعني راها في تحسن، فشكرا لكم، شكرا، فرحتوني بزاف، وبفضل الله وبفضلكم الوالد ديالي بالأدعية ديالكم الوالد ديالي راح تحسن. فشكرا لكم. غادي نخليكم مع هاد الجولة، واحد الشوبين يعني في واحد شوبين سنتر صغيور، كاين واحد الشوب 1 باوند فيه حويجات زوينين يعني رخاصين، كاين 1 باوند يعني بحال نقولو اورو، 2 اورو، فيعني فيه حويجات زوينين. فاغتنت الفرصة، كنت في هاد المنطقة، فدخلت قلت علاش ما نصورلكمش. فنخليكم مع الفيديو حتى الاخير، غادي يعجبكم بزاف تاع الحويجات. وشكرا لكم مرة ثانية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله مع المشتريات اللي اشتريتهم. صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان ديجا في حيرة قلبي، كان ديجا في حيرة الأحمر، سكنته لحيرة قلبي، كاويته الغيرة، زرة تولي زرة يا وليا مجارة، هرسي أنا بن عمي ما لقيتلوش بيرة، قصري ما لقيتلوش بيرة، يا ما لقيتوش بيرة قصري ما لقيتلوش بيرة الأحمر، وليا مرة فصولها تتقلب، يا الحكاية مريرة قلبي، الحكاية مريرة الأحمر، الحكاية مريرة قلبي، أولها الغيرة بيني وبينك دار، والعجب بغاو يفرقونا وحنا أحباب، وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب، بيني وبينك دار، والعجب بغاو يفرقونا وحنا أحباب، وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب، يا المحبة خير من الاغتاب، حقرا ماشي صواب، يا المحبة خير، يا الفرق أسباب العذاب، غيرات هضر الغيرات توضر الغيرات، بعطر العقل اللي فكر، غيرات هضر توضر الغيرات، بعطر العقل اللي فكر، كايش لسانهم طويل يقطع يا نظام اللماس، كايش لسانهم طويل يجرح غير القلب والإحساس، كايش لسانهم طويل يجرح يا نظام اللماس، كايش لسانهم طويل يجرح غير القلب والإحساس، غيرات هضر الغيرات توضر الغيرات، بعطر العقل اللي فكر، غيرات هضر توضر الغيرات، بعطر العقل اللي فكر، قسمه نصيب في هاد الدنيا خد ما عطاك الله، فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله، قسمه نصيب في هاد الدنيا خد ما عطاك الله، فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله، محبة خير من الكتاب. فاتحين القلب وفاتحين الباب، بيني وبينك دار، والعجب بغاو يفرقونا وحنا احباب، وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب، يا
المحبة خير من الاغتاب حقرا ماشي صواب يا المحبة خير للفرق أسباب العذاب غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر كايش لسانهم طويل يقطع ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والإحساس كايش لسانهم طويل يجرح ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والإحساس غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر قسمه نصيب هاد الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله قسمه نصيب هاد الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله محبة خير من الكتاب يا ما لقيتوش بيره قصري ما لقيتوش بيره العمر ويا ما عرف طول هات تقلبه يا الحكايه مريره قلبي الحكايه مريره العمر الحكايه مريره قلبي اول هالغيره بيني وبينك دار والعشب بغاو يفرقونا واحنا احباب واحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب بيني وبينك دار والحجب بغاو يفرقونا وحنا احباب وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب يا المحبة خير من الاغتاب حقرا ماشي صواب يا المحبة خير للفرق اسباب العذاب غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر توضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر كايش لسانهم طويل يقطع ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والإحساس كايش لسانهم طويل يجرح ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والإحساس غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر قسمه نصيب هاد الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله قسمه نصيب هاد الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله محبة خير من الكتاب صدمة كبيرة يا والقلبة يا كان دي جاف حيرة قلبي كان دي جاف حيرة العمرة سكنته لحيرة قلبي كويته الغيرة زرة تولي زرة يا وليام جارة عرسي أنا بن عمية ما لقيتلوش بيرة قصري ما لقيتلوش بيرة يا ما لقيتوش بيره قصري ما لقيتوش بيره العمر وليا ما عرف طول هات تقلبه يا الحكايه مريره قلبي الحكايه مريره العمر الحكايه مريره قلبي اول هالغيره بيني وبينك دار والعشق
بغاوي يفرقونا وحنا احباب وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب بيني وبينك جدار والحجب بغاوي يفرقونا وحنا احباب وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب يا المحبة خير من الاغتاب حقرا ماشي صواب يا المحبة خير يا الفرق أسباب العذاب غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر توضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر كايش لسانهم طويل يقطع ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والحساس كايش لسانهم طويل يجرح ينضام اللماس كايش لسانهم طويل يجرح خير القلب والحساس غيرات هضر الغيرات وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر غيرات هضر وضر الغيرات بعطر العقل اللي فكر قسمه نصيب في هذه الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله قسمه نصيب في هذه الدنيا خد ما عطاك الله فقر ماشي عيب شحال من فقير حكيم يا سبحان الله محبة خير من الكتاب هنا اخوتي اخواتاتي الفيديو تقريبا غادي ينتهي فهي حبيت نقول لكم يعني دزت على شوب وان باوند خديت شي حويجات ومن بعد فت الهولند باريت حتى هو هذا هو داير بحال لافارماسي ولكن كيكون فيه كل شيء بيو طبيعي خديت شي حويجات اللي كنت يعني ديجا جايه على مسبتهم وكذلك فت لهاد المحل اللي كيبيع بحال هاد ديكورات يعني هو كي شبه شوية الأكسيو ولكن ماشي هو تمن تاع أكسيو وما فيش الحوايج يعني كلهم بحال الأكسيو اللي كنشوفو يعني في أوروبا فاحنا هنا في لندن ما كاينش فنتمناو يديروه لنا حتى حنايا فهنايا كانوا دايرين بروموسيون دايرين اللي تاخدي وحدة وحدة باطل يعني هي فشي حويجات وما كيخليوش يعني شي واحد كيصور فأنا يعني هي اختفت شي لقطات ومن بعد غادي من برا في الزاج شفت هاد الديكورات وما عجبوني يعني ما قدرش ناخد لان ما كان قدرش نفد الثقل بزاف فقلت مره اخرى وديجا يعني خديت منهم شي حاجه فهما قالوا يعني هاد جوج سيمانات صافي غادي يحيدوا كل هاد الشيء ويجيبوا سلعه اخرى والله اعلم فشكرا لكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله باش نوريكم يعني المشتريات اللي شريت ف الى فيديو اخر ان شاء الله شكرا لكم.